قلب هذه القرية الصغيرة وبالقرب من ضريح سيدي علي بن حرازم، كانت ساكنة جماعة ملوسة إقليم فحص أنجرة بدوار عين حمراء على موعد مع فعاليات المهرجان الوطني الأول لموسم سيدي علي بن حرازم للثقافة والفنون الذي نظمته جمعية عين حمراء للتنمية والثقافة. اختارت الجمعية هذا الفضاء المفتوح وسط جماعة ملوسة بهدف الترويح عن ساكنة المنطقة وتكسير طابع الملل الذي يصادف حياتهم الروتينية، وأيضا من أجل إحياء التراث الثقافي المغربي وجلب السياح لزيارة المنطقة التي تحمل تاريخا عميقا لأجداد مروا من هنا. وعرف الحفل فقرات متنوعة لفرق قادمة من مختلف المدن المغربية، فرقة الحصادة من دار الشاوي، فرقة أبناء وبنات زرياب للموسيقى الأندلسية من الحمامة البيضاء مدينة تطوان. فرقة أطفال الغيوان من عروس الشمال مدينة طنجة. فرقة جيل اليوم لجناوة من العاصمة العلمية مدينة فاس. والمجموعة الغنائية الأصيلة جيل السلام القادمة من قلعة السراغنة. مهرجان لجمعية عين حمراء صراحة عملت مجهودات كبيرة من أجل إنجاح هذه الدورة، رغم كل الإكراهات رغم كل الظروف، إلا وأن الجمعية الحمد لله استطاعت أن تقدم شيئا، يعني شيء لم يكن موجودا ولكن أصبح موجود، وإن شاء الله يا ربي احنا كان الهدف لنا من هذا المهرجان هو إحياء التراث التقليدي في المنطقة ودعم السياحة، ولما لا تكون عندنا سياحة في هذه المنطقة. فقرة المهرجان عرفت أيضا فقرة لألعاب الخفة السحرية رفقة المبدع مراد من مكناس. بغينا كلشي يجلس، أولا نجمعوا البطانية نشوف حنا، يلا جلسوا جلسوا كلشي يجلس. فقرة فكاهية رفقة المسرحيين ميميح وجنيكو. يا مثلا يبكي مثلا الناس اللي مدبرين مثلا كيفاش كيبكيو، الناس اللي عندهم فلوس كيفاش كيبكيو، كتجبرو كيبكي وقفات كحال، فهمتي؟ تفلوش الدموع ديالو كلينيكس، ما تشوفلوش الدموع ديالو كلينيكس، فهمتي؟ داكشي هي كيتصنع خصها تبينو بين راسو كاريت موجود. اجي تشوف الخاطي ملي كيبكي كتجبرو كتراه عنده الشلاغم خصو من مخزن في الطاولة فهامي خاكي دير عبط وطا بطاطا ديالي عنده مع الدورة وباقي الكبدة سانتا العيد ديالي عبا والي جدار ما والله وبالي احمد الله يسمح لنا من الوالدين قولوا امين الله يسمح لنا من الوالدين
ثم فقرة أخرى لاستعراض جمعية غيلان للتيكواندو التي أدهشت الجمهور بحركاتها الإبداعية للدفاع عن النفس رفقة البطلة الوطنية للتيكواندو ابنة مدينة طنجة أميمة بالعيش. بطلة المغرب بوزن 59 كيلوغرام من مدينة طنجة. تحية الأستاذ غيلان. جمعية غيلان.